خرجت أصوات سياسية متهمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن توقيت عملية درع الشمال العسكرية على الحدود اللبنانية بزعم هدم أنفاق تابعة لحزب الله اللبناني بأنها عملية استعراضية لتجنب الأزمة الداخلية وتوصيات الشرطة بتقديمه للمحاكمة بتهم فساد. ورغم تهم الفساد والأزمات السياسية الإقليمية التي قد تقود إسرائيل إلى حرب جديدة، ترى غالبية الآراء في الشارع الإسرائيلي بأن نتنياهو هو الأوفر حظاً للاستمرار في قيادة إسرائيل، خصوصاً في ظل التركيبة السياسية الحالية. أنا لا مؤمن שהחלטות צבאיות מעורבות בשיקולים פוליטיים. תור שר ביטחון, אני חושב שהוא עושה את התפקיד שלו. נתניהו אמר שרב הנסתר על הגלוי והוא צודק לחלוטין וזה נראה כך. האנשים בצפון חיכו לזה הרבה זמן וטוב שזה הגיע וטוב שזה קרה, ואני חושבת שהוא עובד בצורה הכי נכונה ויש לגבות אותו מכל הזרמים ומכל התחומים. في المقابل لتوجه نبض الشارع الإسرائيلي بهذا الاتجاه، إلا أن غالبية الآراء السياسية المناهضة لشخص نتنياهو وليس بالضرورة لحزبه وتوجهه اليميني المتطرف، ترى بأن رئيس الوزراء الذي تولى وزارة الأمن مؤخرا يستغل أي تصعيد أمني محتمل لرفع أسهمه سياسياً.